صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور على هذا الفطير هذا. المهم اليوم انا وماما كنا جي واحد الشميشه زوينه خارجه، قلت لها جي نخرجوا نفطروا على برا، كاينه غير انا وياها. مهم ضروري اختي المسند الرسمي ديالنا بريريت اتاي في الفطور، سخنت غير غيفات درتها كاومليت بالفرماج مرافقات المغريات ودوزاتاي هذا تا كنساليو الفطور ونجلسو نجمعو واحد شويه. ايوا صافي خالتي ناديه صباح الخير. صباح النور. كي دايره سرور؟ كي صافي حتى تولي تقول صباح السرور صافي لصقت فيك قلت لك تي صباح السرور. ايوا صافي هانتوما الفريخه ديالنا راه مره كيجيو يديروا لنا الزياره. الحمد لله فطرنا جمع الدنيا دغيا. ماما طلعات وجد راسها لانه للاسف وجدوك لينكس اليوم اخر نهار ليا معاها. كيفاش انا بغيت نفهم كيفاش داز هذا الوقت، كيفاش داز العطله، ما عرفتش كيفاش داز. سبحان الله العظيم داز طايره بحال هذيك النهار اللي عقلتو يلا كنقول لكم كنوجد ماما جايه انا غدا المطار انا شي كنشري الورد هاي. سبحان الله العظيم صافي بقات لها هذه الليله. المهم نحاولوا نستغلوا هذا النهار علاش ما قدرنا، حيت الجو باقي داير معنا مزيان. غادي نخرجوا ان شاء الله باش نتقداو شي لعيبات باقيين ليها واوميم طوم تمشيو معنا ودوزوا معنا هذا النهار كامل. ولكن خليكم ركزوا معايا في هذه اللقطه هذه، وهي عندي لكم خبر واعر 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 بزاف. الحمد لله دابا كما كنقول لكم دائما في السنوات الاخيره بالنسبه للناس اللي مهتمين بالهجره لكندا من المغرب ولاو تسهيلات راه انا تفاجات. انا كاين صحابي غادي يكون هذاك الشيء غادي كيتعقد، انما كندا ولات غادي كتسهلها. فولا انه يعني الهجره لكندا على الطريق ديال لا بارتي فرانكوفون، ما كنهضرش على الانجلوفون، فرانكوفون كانت هي شويه معقده في الاول، مي دابا ولا واحد التسهيلات واعره بزاف. واللي غادي يوضح لنا هذه النقطه هذه يعني كما نقولوا مباشره معكم اللي هو الاستاذ سامر الجسري او المستشار الخاص بشؤون الهجره. مرحبا بكم وشكرا للاستاذه انتصار للمتابعين ديالك لوضع ثقتكم فينا وسؤالنا اسئله عن قانون الهجره. معكم المستشار المعتمد والمحلف القانوني سامر الجسري من مكاتب يه كندا القانونية في مدينة مساغا كندا وما حولها. السؤال الأول اللي هو يبدأ معنا في هذه السلسلة من الأسئلة هو سؤال الفرنكافون، ما هي التغييرات والتحديثات التي طرأت على الهجرة الكندية؟ هما تحديثين مهمات جدا بيعملوا تغيير كبير جدا خاصة بالنسبة للأخوة من المغرب والأخوة من لبنان بالذات، وحددنا هدول الدولتين لأنهم بيتحدثوا فرنسية بشكل كبير وكل الأهل اللي بيتحدثوا فرنسية. التحديثات الجديدة هي بتكون أكثر شيء لبرنامجين، برنامج الإكسبرس إنتري واللي هو في كت أوف بوينت السي آر إس سكور، والكت أوف بوينت كانت على 487 لل 503 سكور بوينتس. الآن صار في مثل الهدية للأخوة اللي بيحكوا الفرنسي، فصار القبول لهذه الطلبات خلال هذه السنة بالاستثناء اللي صار بال 370 نقطة فقط تقريبا، وهذا الشيء أدى لحصول كثير من المغاربة والأخوة اللي بيتحدثوا الفرنسية ل invitation من الحكومة، دعوة من الحكومة للتقديم على البي آر. الشيء الثاني هو الناس اللي بتحصل على عقود عمل بالعادة بدها LMIA Labor Market Impact Assessment من وزارة العمل لصاحب العمل وهي دراسة سوق العمل. في الوقت الحالي اللي بيتحدث فرنسي CLP5 يعني حتى B2 بالفرنسي فهو غير محتاج دراسة سوق العمل LMIA، ممكن فقط عن طريق عقد عمل من صاحب عمل، لكن في شرط واحد انه يكون خارج مقاطعة كيباك. فإذا كان الشخص صاحب العمل خارج مقاطعة كيباك وبيقدم عقد عمل رسمي عن طريق بيكون مسجل مع الـ IRCC مع الوزارة، فهذا العقد العمل بيسهل كثير عن موضوع الـ LMIA، بدل ما ينتظر الشخص 3 شهور ويدفع مبالغ كبيرة بتكون أسهل كثير عن طريق عقد العمل فقط والجوب أوفر، وهذا الشيء بيكون من خارج مقاطعة كيباك. في كل المقاطعات الأخرى أتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل أمور الهجرة، وأراكم إن شاء الله في المغرب يوم 15 أغسطس في هوتيل حياة ريجنسي لمن اشترى تذاكر فقط أو من حصل على تذاكر. تحياتي لكم وشكرا كثير للسيدة الأستاذة انتصار وكل متابعينها. فشكرا للأستاذ سامر الجسري على هذا التوضيح وعلى التفاصيل هذو، وصراحة عجبتني هذه الفكرة هذه أنه هو اللي وصل لكم المعلومات بطريقته، لأنه تبارك الله هو اللي يعني مختص بهذه الشؤون هذه. فمثلا اللي عندكم اي اسئله كما بغات تكون عندها علاقه بكندا مثلا زوينه ان توليو تكتبوها ليا مثلا،
واللي كيجي عليها لايكات كثر هي اللي نولي مثلا ترونسفيري ليه، هو مره الا عنده الوقت يولي يجاوبها عليا، يجاوب عليها فيديو هكا مختصر ونولي يعني نحطها لكم في الفيديوهات هكا نوضح لكم الامور اكثر. فشكرا ليه مره اخرى. ودابا نشوفوا ماما قاطعه الحس. البنات لواحد المحل كان عندي معاه ذكريات كثيره سورتو في لونطاريو واللي هو بولكبار. هذا محل كما نقولوا بحال مول الهري، هو هري مودرن، فين داكشي الحلويات العطريه كلشي كلشي كلشي. المهم انا غادي نضرب لكم به واحد الدويره بعد. اول حاجه دايزين دابا بحد المكانه المغريات حتى هو كيديروا بالعبار، واللي هما المملحات ولا شيبس وداكشي كامل. المهم ها انتما عرفتي هذا فاش كتجيبي، كنت كنجيب لهذيك الساعه ولادي كيديروا فيه خبله كيحماقوا عليه. المهم هذه بلاصه كلها غير ديال لي شيبس، واللي زوين فيهم هو كلشي، هانتوما كلشي بالعبار، اي نوع عجبك كتجيب العبار. شوف تم القليه هانتوما القليه، هادي سوفلي شيكاغو ستيل شيكاغو. شوف وريتكمش واحد لازون عندهم ديال لي بات خطيره، حتى اللي ما كياكلهمش لا ولادي ياكلهم بز منهم. شوفوا اللوينات، نوريهم هذا ديال اللولب. شوفوا هادو بحال لي بابيون هادوك، شوفوا هادو بالكحل وبيض، هذا حتى اللي كيبغيوها كيديروا داك الشيء فهمتي، شي حاجه مختلفه تجي زوينه بريستيج. وهذه بلاصه العطريه، هذه شحال كنت يامات ما كنتش كنعرف من تقطع العطريه، كنت كناخذها من عندهم هما باش تعرفوا راه عندهم ثمن شويه زايد. اتاي وداكشي عندهم العطريه، هما كلشي تقريبا عندهم شويه زايد في الثمن على زعما المحلات الاخرين، مي مسهلينا كلشي موفر. و لا هنايا الخزامه، شوف الخزامه شين جميع الانواع ديال الفواكه المجففه. شوف هذا زوين، هذا اللي بزاف كيقولوا لي مثلا، هذا انا صراحه ما كنتش كنعرفوا راه واش كاين هنايا، كنت ديما نجيبو معايا من المغرب باش نديرو في الطارطات والكيكات. ها هو راه كاين هذا، لعقلت على هذا كان كيرافقنا في المناسبات ديالنا. عقلتي عليا ماما كنا نزوقوا به بزاف الحلاوي الحمر والخضر. ايوا هنايا هذاك المكسرات وداك الشيء نوريهم. هذا عاد اللي بغيت ضروري نوريه لكم، هذا الكاكاو الحقيقي. شو داير بحال الارغان بحال العظيم شي ماما. وهذا مطحون عرفتي، هذا راه الدوقيه راه مار ديال بصح، هذا زوين عاوتاني، هذا كنت كناخذو بزاف كنزوق به الكيكات عرفتي بحال داك الله عرفتي. نوري لكم بحال اللي كيخدموا به صحاب لي باتيسري، شفتو محكوك كيجي زوين هكا كتزوق به الكيكات. يا مات كنت نصايب بزاف الحلاوه، هذا لي بيبي د الشوكولا. هذه ديال بنكهه الفريز، وهذه ديال الدلاحه كاين عندنا هاد الماكسار. عرفاش كنجي للمغرب كناخذها، هذه ديال البيتزا، هذا الجديد هذه ما كانتش فوقتنا ديال البيتزا. هادو انواع الشوكولا زوين، حتى مثلا الناس اللي كيكونوا عندهم مناسبات بحال زياده ولا اسبوع ولا شي حاجه كيبغيو هكا مثلا فانيد في الزراق ولا الغوز ولا شي حاجه كتلقاو. هادي من تاي عشق الطفوله كنا نشريهم بربعة دريال، كانت هي وكانت ديال القلب. وهادي ديال الحوتات، عقلتي ماما ديال الحوتات باللوان هي. وهادي هادي الاوفال الله يت هذاك الشيء، وحلوه السنان ولكن للاسف راه تشوفوا هذا الشيء كله كاتبين جيلاتين. هذا هو هذه ديال الكوكا، تتمتعوا في الالوان والريحه، ديال الريحه راه ما نقولش لكم راه كتلعب على الدماغ. واحد البلاصه ديال الريغليزات، وعاقله انا هذه بحال اللي عاقله عليها مزيان. هذه الحلوه هذه كانوا ديك الساعه كيجيبوها لنا الناس اللي كيجيو من برا من هولندا وفرنسا وداك الشيء، واش كنا كتبان لينا راه شي حاجه اللي شتا كتاكلها في الزنقه كتقولي وهذه شي واحد جا عندكم من برا. شوفوا الالادي ديال، شوفوا لي هذا دومينو اش زوينه. هذا شي الفانيد، هذا حلوه ديال التركيين. هذه راه نوستالجيا، عقلتي ماما هذه كانت عواد فيهم السكر، سكر منكه كتحليهم كتبقاي تاكلي في هذاك السكر، وعاوتاني كتخيلي راسك راكي حققتي الانجاز. وهذا الكراميل واه، كانت هذه واحد الوقت كانت خرجت ودغيا تقطعات من عند مالين الزريعه، هذه رجعات هذه اللي كانت نص راكم. هذه البلاصه هذه زوين، هذه بحال ستيل تاع املو كطحني على يدك، راه هما لي بواط تما الفوق ياك كتجي وكتشوفوا كاين الكاوكاو، كاين هذا كاوكاو بالسكر، كاين هذاك لي زاموند بوغ داموند، صافي كديروا كتبداو تطحنوا. شوفوا نوريكم ها نتوما كتحطوا البواطه لتحت وكتطحنوا القياس اللي بغيتوا كتعبروا وتبداو تطحنوا. مرات الا كانت عندكم شي مناسبه وباغيين هكا شي عماره ديال شي طاقت ولا شي حاجه، كاينين هادو كثارين، كاين هذا الكريم باتيسير عادي، كاين هادي بالفريز،
كاينه هذه الكونفيتور دو لي، كاينه هذه الطارتينات، هذه ديال الثومه، الطارتينات ديال الثومه، كاينه هذه الكاسترد. المهم كاين هنا بزاف تاع العماير، وعاد كاينين هنايا دوك الزبدات ديال الدهن اللي واجدين انتوما. هذه زوينه، هذه راه دايره بحال مذاق ديال الاملو، زوينه. وكاينه ديال الكاوكاو، كاينه ديال النوازيت، كاينه ديال الزريعه. ها هي ماما الزريعه، ايوا هذه ديال الكاشيو. ها الكوكا، ها ها راه كلدين. خليكم باش تشوفوا، شتو هذا البوغ داموند، زوعتي ريحه، شميتي ماما الريحه كي دايره. هذه كريم، كاين اللي كتكون شويه، كاينه اللي هذه مهرمشه. غنحليكم تشوفوا شتي فيها التقرميشه ديال 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 اللوز. عاوتاني دايرين هنايا جميع انواع ديال العسل، كاين المياه البلون ليكيد هذا راه صحي بزاف، كاين المياه اونبغي، هادو حتى هما البنات كتديروا حكيكات وتعمروا فيهم. كاين الميلاس فيرت هنايا، شنو هادشي ديال، شوفوا الكسكس يا لالا، ثم الانواع الكسكس، الكسكس وداك الشيء ديال القطنيه وداك الشيء كامل حتى هما كيديروه. هي لي كوكيز، شوفوا 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 هاد لي كوكيز هادو، فكروني عقلت على داك بيمو كوكيز اللي كان في المغرب، عرفتي كنت كنحمق عليه بالحق، كان كبير قد هكا. المهم البنات رجعنا للدار، اسمحوا لي ما بقيتش صورت لكم المحلات كاملين اللي مشينا ليهم، لان تدركت شويه بالوقت، خاصنا يلا تكمل ماما التقديه. المهم خدات كلشي، داكشي اللي باقي ناقصها، رجعنا للدار لانه باقا تابعنا واحد الخريجه هاد العشيه هادي، كما نقولوا باش نديروا خاتمه ومسك. حتى ماما راه متحمسه، قالت لي بنتي غادي نتوحش هاد الخريجات، غادي نرجع دابا للمغرب، غادي نلقى المطارق تابعيني للخدمه المعلميه وداكشي. قلت لها استغلي استغلي علاش ما قدرتي. المهم دايرين مع بشرى ان شاء الله والوليدات، انا نيت انا غادي نوجد ان شاء الله داكشي اللي قسم الله، غادي نتغداو اونصومبل ولا نديروا الكوتي هكا اونصومبل، ندوزو تيغرب علينا الشمس ان شاء الله، و ميم طون شي نجيب وليداتي نطربهم باش يمشيو معانا. هنا جينا البنات، وصلنا للبارك، شوفوا شنو لقينا، مخيم كرفانات، وسورتو لي كرفان غالبيتهم الناس الكبار اللي كيديروهم بعدا. هذه يعني شي حاجه زوينه كتعجبني هنايا، انك كنلقاو الناس هكا الكبار في تلاها. ولي نتوما في حياتكم وسبق لكم جربتوا درتوا زعما شي تجربه هكا ديال المخيم، ماشي ضروري يكونوا بهاد لي كرفان، المهم زعما مخيم بداك الشيء تلقيطون ولا شحال. هذه ماما الناس كانوا بزاف كيخيموا في البحوره، في البحوره كانت ولات ان تخدم، كان ملي كان قال لك لقاو شي جريمه ولا معجوج تاع في كومبينغ، كان الناس زعما لا شي نهار في الكومبينغ، انا كنهضر المخيمات اللي كانوا الناس كيديروا القيطون في البحر شحال زمان، لا قال لك شي نهار ولا ما عرفتش لقاو شي جوج جرائم زعما شي وحدين دافنين تحت هذاك الخيمات، وصافي من تما زعما منعوا التخيام في البحوره. شو هذه كبيره، شو دو العيال، جوج عيالات بيناتهم صحابات جايبين كليباتهم، كيمشيو الوليدات كيمشيو كلشي، كيجدوا لا غوتريت كيلقاو بعدا واحد 3 شهور ولا 4 شهور في العام تقريبا، من كاين اللي كيجيو على شهر 5، شهر 5 كتلقاوهم هكا كيبقاو بعض المرات حتى الشهر 9 الاخر شهر 9 عاد كيمشيو. وكاين اللي ماما هادو كيتكراو هنايا، كيكريو كاين اللي كيكريوهم بالشهور، كاين اللي باليامات هكا اللي باغيين يمشيو يديروا بهم شي توق هكا. انا وبشرى دايرين العناد في الورد، شوفوا انا جايبه التفاصيل هادو في الورد فين الزرق، وبشرى تي قالت لك حتى انا نجي نتواصل في الورد دابا شكون. اختي ما كاينه الورد هنايا، الورد والطاقه الايجابيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بلاتي. هاكي حطي ماما مزيان، هذا بعدا اختو كون يبردنا في الطريق بعدا بقى مزيان. هانتوما بشرى جاتنا ذو المناق على طريقة المناقيش ياك، فكديرو على طريقة المناقيش. درتهم لماماك وهادو بالزعتر، هذا الزعتر تاع فلسطين ياك، كيجيو زوينين هادو. وجبت الدراري لي بات، جبت لا جبت جبت هما هادو مزيانين، لاك صافي المهم قداو هذاك سميتو. المهم حنايا في الطبيعة ودايرين داكشي ديال البحر براتيك، خلي داكشي ديال اتاي وداكشي خليه هنايا اكوطي. درت ما نغمست في الاجواء ديال هاد البيكنيك، قالت لي ما عرفت بحال كنشم ريحه البحر، قلت لها انا على سلوكي بحال شميتي ريحه البحر هو الماكله ديال البحر، ولكن البحر فينا ولقينا تنتصوروا معاه. المهم دوزو تخيلوا راسنا راه جالسين في البحر وحاطه رجلينا في صافي، حاطه رجلينا في الرمله، شتي الرمله سخونه لا لبسك لاكيتك بيني 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 شنو بيني شو بيني شو لا شنو زر لا لا كلاس كيقول لك لا كلاس لا كلاس كورني كورني سكيمو ماما حافظه سكيمو ماشي لا كلاس سكيمو
تحمص. ماما حافظه الدروس. الله يسعدك. الاجواء واعرين هنا البنات. غير نوريكم ام حنا راه هو فين مجمعين هذيك. يا بلا يصنع مكان استراتيجي هنا يا بلاصه الالعاب تبارك الله كبيره ديال الوليدات. اللي عجبني هو كاين هنا واحد الصنيديق غادي تشوفوا شنو فيه. فيه الكتوبه يعني كيجي هكا مثلا لي بارون جايين باغيين يجلسوا لهذا ياخذوا هكا كتاب يقراوه يقدروا كاع يديوه معاهم ويرجعوه. وما ملي كيكونوا عندهم هكا ديليفغ زايدين في الدار كتقدري تجيبيهم وتحطيهم هنايا كيستافدوا منهم الناس. انا نوريكم واحد الواحد اللي مكتوب فيه هانتوما ناديه. الكاتبه ديالو سميتها ناديه غوزلا. شوفوا زوينه يعني هكا كايده. كنتمنى زعما هكا المغرب كنا ما كاينش اللي ما عندناش ديزيستواغ ولا كتبه غير زايدين عندنا في الدار. هكا فكره زوينه يكونوا تما موفرين هكا مكان صنيدقات. ونرجعوا لطبيلتنا نشربوا واحد الكويس اتاي ان شاء الله. دوزوا هاد العشيه هادي. الجو غزال دافي ما هو سخون ما هو بارد. جو زوين تبارك الله. ها هي الرمله الحقه اللي كانت كتقول لنا قبيله بشرى قبيله كنشم ريحه البحر. ها هي الرمله. المهم فاش جبت الطرموس لا دابا هذه بشرى جابت البراد كامل. ماما ما كتبغيش خاصنا الكشكوشه قالت لك البراد. قالت لك الطرموس صراحه خويتها كتجي ناقصه. هذا هو الحلاب دابا. هذا هو الكشكوشه. خلينا من داك الشيء ديال الطرموس. الله يلعب راه جابت البراد وامبالاتو امبالاتو. قالت لي بشرى قالت لي كتعصبيني من داك الطرموس. المهم انتوما جلسنا بعدا شوفوا واحد الجو كيفاش داير. انت قالت لك هذه خليها. هذه قالت لك هذه باش نشدو بها تقرقي بالناب ياك. أيه. صافي باش نشدو تقرقي بالناب. واحد الكيكه رائعه ديال بشرى. واحد هذه المخماري المخماريه ولا المخمل. لا 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 ماربو نص 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 شوكولا. يا اختي هاد الجوجات هادو بغاو يفقصوني. شوفوا كيفقصوني. شوفوا لي بشرى شنو صايبات هي وماما. شنو هذا باش كنسميوه كافي غلاسي ياك. كافي غلاسي بينك هاد الكابوتشينو. تبارك الله بشرى هذيك النهار قالوا لي شوف راه هي هاد الاليل هذيك الاليل والتقنيه ديال بشرى اللمسات ديالها. عرفتي تبارك الله بشرى خطيره فيك تزيد فيه لي غلاسون ونكهه الفاني وداك الشيء كيطلع واعر. من بعد واحد تشربيش. انا بعدا جات فقصوني ماما كبعدا الله خصك قيت معاه نشرب. والله شوفوا هاد الكيكه جات زوين. بلاتي نحط اختي طريفي وخاتمتها. شوفوا في الاخير اختي بقيت جالسه كنشوف في امها كيشربوا في ديك القهوه وكيتمتعوا وكيقولوا الله كي جات الله كي جات. قلت البشرى صافي حيد عليا هاد الكاس من قدامي. ضربتني الناس. شوفوا على كاس صايبات ليا. شوفوا لي الطبقات. هذا في خاطر عشاق القهوه مع هاد الشميشه وهاد الغروب. هذا بلاتي نوريكم في الظل كيفاش جات. قلت لهم هانيتي شو طلعت حسن من ديالي. ها انت شوفي اختي تفقصوا. شوفي اختي السم. شوفوا ها البيض ها الكحل ها الكراميل. انا دوقت كامتي خاصك تذوقي. لا اختي ما عرفوني ما عرفتش وحده كلبات علي وجهكم. باش عجبتك عاد صايبات. اه صافي دابا شنو مطلوب مني يا مام؟ يا الله واخا اختي نذوقوا كنقسموا معك. شوف 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 واحد اللوحه فنيه طبيعيه من صنع الخالق. عرفتي كتعطيك واحد الهدوء واحد السكينه واحد اش نقول لك واحد شحنه ايجابيه. سبحان الله العظيم الطبيعه يعني عندها واحد الدور فعال وكبير كبير كبير كبير. غادي يعرفوا بكلامي بحق كلامي غير الناس اللي فاش يعني كي من عشاق الطبيعه البحر ولا الغابه ولا شي حاجه. سبحان الله العظيم كتجي هنايا احسن حاجه بعد ديكونيكتاي واحد شويه يعني جيتي ديكونيكتاي من التليفون من الموسيقى من يعني كاين اللي كيجي كيبقى يدير لي زيكوتور وداك الشيء. تجيو تحطوه داكشي كامل على جنب وتخليكم كتستمتعوا. ها هي ماما واحد التحيه. ماما قول واحد الكلمه فاش كتبغي كتعصي. ماما راه فراسك شوفوا كتنهج كنهج. عرفتي من الصباح هي غدا جايه السعاده. ارتحيتي السعاده. كلمه واحده هي السعاده. صافي صافي مع السلامه. خليني نكمل معقلاتش. اجينا صافي هذيك اللعبه. شوفوا انا راه ما مسالياش ليكم. بغيتي تصوري انتيا دبر راسك. والله الا عندها الحق اختي. انا خاصني حاطه التليفون ولكن انايا بغيت غير كيما نقولوا
كنحاول نوصل لكم علاش ما قدرت هكا اللي كيعجبهم كاين بيان سور اللي ما كيعجبهمش كيبدا يقول لك حكا طلعتي لنا الباركات والطبيعه وداكشي في راسنا طلع لنا في راسنا. شوفوا هذه الفئه ما كنهضرش معكم كنهضر على الناس اللي كياخذوا الحوايج الزوينين من فيديوهاتي اللي كتوصلهم واحد الطاقه زوينه من اختهم انتصار اختهم اللي كيبغيوها وكتبغيهم هكاك. علاش كنحاول باش اصلا تبقاي تصوري لقطات هكا وهكا وهكا راه ماشي سهله يعني راه كناخذها من راحتي من وقتي من مجهودي من بزاف د الحوايج ولكن الحمد لله ملي كتسمعي واحد الكلمات طيبين واحد الدعاء يعني في حقك ناس كيبغيوك هكا عمرهم ما تلاقاو بك ربما عمر ما غادي تجي الفرصه وتلاقاي بهم ولا تعرفيهم يعني لا كيدايرين ولا فين ساكنين ولا حتى شي حاجه وكيبغيوك ويدعوا معاك هادي راها اش غادي نقول لك راه دير كتنسيك في كل شيء. السلام عليكم، اصبح الخير، اصبح النور، اصبح السرور، ومرحبا بكم معنا في يوم جديد. مو البارح ما بقيت صورت لكم والو البنات لانه يوفر جعنا راكم عارفين بعد المرات كتقول لك تسهلي السفر كيبان لك صافي راه غادي هادي غادي نجمعوا دغيا دغيا ما رجعنا يلا شوفي وراقي شوفي الباسبور نعاودوا نشوفوا البيج الباجاج عبار تخرج. المهم راكم كيعجبني انا هكا لي فاليزي يكونوا اون ريغل هكا ليله قبل لان خصوصا ملي كيكون عندك الفول في الصباح. ايوا ماما دابا راه فاقت يلا توضى حتى هي لقيتها بعدا فاقت بكري قلت لها ماما معيش فاقتي قالت لي فاقت بنتي معيش الخمسة وانا كنوض نعس نوض نعس قلت لها راه شي حاجه نورمال شكون اللي كتوقع عليها حتى نتوما حتى انا فاش كنكون يعني مسافره سوا غاده سوا راجعه دائما هذيك الليله سبحان الله العظيم بحال كتنعسي الطياره كدور لك في راسك ناعسه ما ناعسه ياك عارفه من ديك التخربيقه. وصلنا للمطر شك كضحكي شك كضحك ياك ما فرحانه والله الا كنا نفرحوا فيها اش غادي ندير نفرحوا ياك بغينا الاحزان اش بغينا بشي احزان ايجابيه خصها تكون دائما حاضره معنا صافي هادشي كتلعبي دوزنا وقيته زوينه الحمد لله بصحيحتنا طمئن على وليداتنا اللهم لك الحمد والشكر فوجنا ضحكنا لعبنا سافرنا خرجنا اللهم لك الحمد والشكر رجعوا لبلادنا عاوتاني نقضيو اغراضنا صافي هادشي اللي كاين وخليناك على خير وبخير جو خيتي توحشك صافي التيكيت ديالي صافي شي ما عقلاتش عليا صافي قالت لك ياك سافرنا وخرجنا وهذا صافي زوينه صافي دابا غادي توحشوك علم الله دابا ان شاء الله الا طور ربي في العمر ان شاء الله الله يخليهم على خير امين الله يسهل على الجميع يا ربي امين. شي كلمه شنقولوا اخيره في حق البنات اللي وليست باخيره لا زعما ان شاء الله يا ربي في هذه الفيديوهات هذه الله يحفظهم الله يحن عليهم الله يعطيهم كل ما تمنوا في خاطرهم يا رب العالمين الصحه والعافيه والتيسير ويعاون كل واحد على وليداته وعلى حياته وهذا ما كان. الله يخلينا ويخليكم على خير امين نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحياه هي هذه غاديين جايين سيدي الله خير ونطول في العمر حنا غادي نتلاقاو عاوتاني ونشوفوا كل شيء باذن الله الرحمن الرحيم. الله دابا شنو هاد المراه عندك ولا تجي اللي دارها الله مرحبا بها صافي حنا مسيرين حنا مسيرين وليس بمخيرين اللي دارها ربي حنا معاه اللهم لك الحمد والشكر. ايوا نتمنى غير الصحه والسلامه صافي هادشي اللي كاين الصحه والسلامه وكل شيء بيد الله داكشي اللي كانت الصحه راه كل شيء كل شيء كاملين يا رب العالمين كل شيء اللهم لك الحمد لله. ايوا والله لقينا في ساعه الخير والحمد لله دوزنا كما قلتي لقيتها زوينه اللهم لا الحمد والشكر يا الحمد لله بخير بصحتي اللهم لا الحمد والشكر يا الله توصلي عتوني عنده واحد الديكالاج هذاك الديكالاج الاولاني كيما الاولى كيكون شويه صعيب كلشي كيتولف صافي دابا شي دوزه كلشي ساهلي تسهل انا كدوري ساهلي تسهل والله الا ساهلي تسهل كلشي بيد الله ما عندنا حتى اول مره ولا ما تكونش اخر مره ان شاء الله كاين ان شاء الله الانسان في حياته تجربي كل شيء الزوين والخايب وانت غاده صافي شتي دابا كاين شي طاقه ايجابيه اكثر من هذه. انا قالت لي ماما اش دارت لي قالت لي دير السكوت على فمك يجيني الطاقه الايجابيه ديال الصح انا يلا كنبغي ندخل شويه في السلبيات. لا اختي ما عندنا ما نديرو بالسلبيات الله يجيب لنا غير الايجابيات امين ربي امين حياتي هي هذه شريوات حنا في قدام شريوات بحال غادي نكتفوا والله غادي بالدفوع قولي ياك ما مريزرف عليا الطياره انا ما فراسينش الهضره كتلف. المهم صافي ان شاء الله باش يلا ماما توكل على الله الطفل والله يعينك على التمارة ديال السفر السفر راه ماشي ساهل التمار توقف وسيكوريتي والصفوفه في التمار ولكن حلاوته فاش كتكوني جاي ماشي راسك ناري والله ما حد كتحطمني في هذا حطمتني هاد النهار العكس يلا هذه خاطئ
سلامة المتتبعات اللي كانوا كيخليو لها دائما كلمة زوينة ان شاء الله في لقاء ما احسن يا رب العالمين. وغوش قولوا لها واي باي شو دغيا سمحات فينا شو نسلم عليك راه باقا سلمت عليك السلام الاول خاص بلاتي نطفي الكاميرا نسمى الثانية والثالثة بقى تابعات ندخل معاها لا لا ان شاء الله مازال غادي نسلموا. المهم هي كتبان لي فرحة انايا وكاتها كتقول لي يا بنتي قالت لي الامل والتفاؤل زوين الامل والتفاؤل زوين مسكينة الله يوصلك على خير هادشي عاوتاني غتلقاني عاوتاني تا معاها تلقاني كنمشي وكنعاود نرجع ما صحيتش الله يحفظك يا ماما الله يوصلك على خير سلامة ماما ماما دوري من هنا من هنا بقيت صورت لكم والو راكم عارفين عرفتي الطريق جاتني طويل وانا راجعه الحمد لله كما قالت لكم التفاؤل ما خلاتش لي فرصه في الحزن هذيك هي غاده كتقول لي الامل التفاؤل كوني ديري هذا عرفتي شنو عطاتني دروس وخلاتني غادي نطير بالفرحه سبحان الله العظيم. الوالدين كيلعبوا واحد الدور زوين في نفسيتنا يعني بعض المرات من الحزن كيخرجوك الفرحه من التشاؤم كيخرجوك التفاؤل لهلا يخطاهم علينا والله يخلي دائما الناس زوينين واللي قلبهم طيب يكونوا دايرين بنا يا رب العالمين لان في هذا الزمان هذا القديم شويه ولات غاده قاصح ولات غاده في الناس. ايوا هادشي اللي كاين كانت سبحان الله العظيم واحد اش نقول لكم انا بعض المرات كما كنقول لكم بحال صاحبتي الله يحفظها يا ربي ويطول عمرها ديما خفيفه على واخا انا بنتها زعما كتكون دائما خفيفه الظل في الدار ماشي زعما تسول على هادي وهادي وهادي ديما كتلقيها مكالميه شاده واحد الكوام مثلا الا مشيتيش بديتي انت كتقولي هادي وهادي وهادي كاع ما كتكون دائما كتشد حدودها وكتلتزم حدودها وفي شكل بشكل سبحان الله العظيم زعما كنشكر فيها زعما بحال شي وحده بنتي ايوا اللي خطيها عليا ودائما تكون تاج فوق راسي وحفظ لكم والديكم واللي ماتوا منهم الله يرحمهم يا ربي ويجعلهم من امهات الجنه. وهذا الشيء اللي كاين البنات المهم بقى عندي ما نصور دابا غادي نمشي غير نجلس نشد واحد الكواه ومن بعد نشوف هذيك الساعه كيفاش نكملوا ان شاء الله نكملوا غنكمل بوحدي النهار لان صافي ما غاديش نعاود نصور. وهذا الشيء اللي كاين البنات تهلاو في راسكم وكنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديوهات قادمه وبوسات كبار لكم ومع السلامه.